يسرنا الإعلان عن برنامج النخبة من مكتب أبوظبي للمؤتمرات، الذي يجمع أعضاء النخبة من خبراء أكاديميين وعلماء وباحثين ومتخصصين في كافة المجالات، وأطباء ومسؤولين حكوميين وقادة أعمال. من خلال هذه المواهب الإبداعية وقدراتهم كل في مجال تخصصه، سيتمكن أعضاء النخبة من استقطاب مؤتمرات دولية كبرى إلى أبوظبي. بالنسبة إلى أبوظبي، هذا يعني منصة مثلى لجذب الأعمال وتطوير هذه القطاعات، بالإضافة إلى ترسيخ مكانة الإمارة عالمياً كوجهة رائدة لسياحة الأعمال. نؤكد من خلال هذا البرنامج التزامنا ببناء شبكة مواهب عالمية من المختصين، لنسهم معاً في تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة أولى للفعاليات والمؤتمرات الدولية. مبادرة النخبة من مكتب أبوظبي للمؤتمرات في دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي.